العطش من أحد أكثر المشكلات التي قد يواجهها الصائمون خلال أيام الصوم الطويلة في فصل الصيف. لكن كيف يمكن أن نحارب العطش من خلال تناول بعض الأطعمة الصحية التي تمد الجسم بالرطوبة الكافية لمحاربة الجفاف وبالتالي عدم الشعور بالعطش؟ اليوم سنتحدث عن القواعد الأساسية لمحاربة العطش خلال أيام الصوم، حيث تنضم إلينا الدكتورة ياسمين حداد خبيرة التغذية. أهلا دكتورة ورمضان كريم. أهلا فيكي رمضان كريم. دكتورة ياسمين، لماذا نشعر بالعطش خلال أيام الصوم؟ هلأ مثل ما قلت من شوي، اليوم طويل والجو حار، فهيدا ممكن يسبب العطش. وبعدين نحن مثل ما بتعرفي فترة اللي فينا نشرب فيها المسموح انه نشرب فيها السوائل كثير قصيرة، فمشان هيك لازم نحاول قد ما فينا نتغلب على الشعور بالعطش من خلال تناول بعض المأكولات ومن خلال تجنب غيرها. مثل ما شايفين هون عنا على المائدة مجموعة وتشكيلة، بس يبدو أنها يعني حارة كثيرا. صح، لأنه حبيت نسلط الضوء على الأطعمة الحارة والحر، لأنه زيادة الفلافل الحارة أو الأطعمة الغنية بالحر تزيد العطش بشكل عام. فمشان هيك خاصة فترة السحور، يعني مثل ما بنعرف هي آخر وجبة قبل الفجر أو بداية الصوم، فيفضل أنه المأكولات تكون خالية أو قليلة الحر. وللأسف الكثير من الصائمين والأشخاص أثناء إعداد وجبتي الفطور والسحور يضعون الأطعمة المالحة والأطعمة الحارة، يعني يعتبرونها كمنكهات إضافية. هي عادي سيئة للأسف، إن كان في رمضان أو شهر خارج رمضان الكريم أو خارج شهر رمضان، يفضل تخفيف من الملح، لأنه مثل ما بنعرف الملح مضر، كثرة الملح تسبب العديد من المشاكل الصحية. طيب دكتور، دعينا نبدأ بأكثر الأطعمة التي تسبب العطش الآن من خلال هذه المائدة. طبعا المأكولات الغنية بالملح مثل الشيبس، مثل ما شايفين عنا هون، هي سناكس العديد من الأشخاص ممكن هني عم يتفرجوا على مسلسلهم المفضل خلال رمضان يتناولوا الشيبس أو البذورات يعني الموالح. فأنا بنصحهم إذا حابين يتناولوا ممكن مثلا هي تكون خالية من ملح وما تكون محمصة، يعني ني لوز جوز ني، لأنه مفيد للجسم بيأمن لنا الطاقة وبنفس الوقت خالي من الملح. حتى لو كانت مثلا كمية بحجم هذا الصحن دكتورة، الكمية تلعب دور كبير أكيد، لأنه اللي حابب ما يزيد وزن أو خايف يزيد وزن فترة رمضان طبعا بشجعهم ياكلوا تقريبا الربع هيدي الكمية. ربع الصحن. صح، ربع هيدي الكمية. وبعدين المخلل، العديد من الأشخاص بيحبوا يتناولوا المخلل مع الوجبة، فأنا بنصحهم كمان يخففوا يعني ربع هيدا الصحن ويتجنبوا تناوله فترة السحور يعني مؤخر، يعني كل ما بكروا كل ما أحسن لحتى ما يعني صح. طيب طبعا هناك أيضا أطعمة أخرى، يعني هي تدخل في يعني مكونات أطعمة أساسية وجبات رئيسية مثل الفليفلة، ما رأيك دكتورة؟ هلأ الفليفلة مثل ما قلنا من شوي بطل نخفف منها. وبعدين في نقطة تانية حبيت يعني انه المشاهد يعرف عنها، يلي هي انه في عديد من المأكولات اللي عم نتناولها الغنية بالملح ونحن ما عارفين انه فيها ملح، مثل بعض الخبز مثلا، الخبز الابيض المصنع كله ملح، او الكراكرز مثلا، او كل شيء مصنع منه طازج او محضر في المنزل اجمالا بيكون غني بالملح، لانه بيستعملوا الملح ليحافظوا على المواد، ليحافظوا على فترة استمراريتها. مزبوط، يجب تناول المي باستمرار، يعني مش دفعة واحدة، لانه بنتخلص منها بسرعة في حال تناولناها بوجبة واحدة، بينما اذا وزعناها على الافطار وبعد الافطار وعلى السحور بيكون احسن نستفيد منها اكثر ومنتجنب العطش ثاني يوم. انا اود ان اشكرك دكتورة ياسمين حداد خبيرة التغذية في لايفلي، شكرا جزيلا لك دكتورة ياسمين. شكرا لك. شكرا.
الجفاف من الأمور الشائعة جدا في فترة شهر رمضان الكريم، بالذات في فصل الصيف عشان درجة الحرارة المرتفعة، وكمان عشان قلة السوائل اللي احنا بنتناولها في الفترة ما بين الفطور والسحور. السوائل لابد أن تكون ماء، عصائر، شوربة، فواكه وخضروات التي تحتوي على كمية مقبولة من السوائل، كمان زي البطيخ، الطماطم، الخيار والعنب وغيرها. لابد من التقليل من التعرض للشمس، التعرض للأعمال المجهدة عشان نقلل كمية السوائل المفقودة.